بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا اليوم تكامل محدد من سالب 2 ل 2 اكس تربيع تكعيب كوسين اكس على 2 زائد نص في قوس جذر تربيع لـ4 ناقص اكس تربيع. اوزع القوس دون على جذر 4 ناقص اكس تربيع، يبقى عندي ناقص 2 ل 2 اكس تكعيب كوسين اكس على 2 في جذر 4 ناقص اكس تربيع، دي كله دي اكس زائد نص بره تكامل من ناقص 2 ل 2 4 ناقص اكس تربيع دي اكس. لو بصيت للدالة دي، الدالة دي عبارة عن دالة فردية. ازاي يعني؟ اف اون اكس ناقص اكس يساوي ناقص، يبقى لما اجي اكملها من دالة فردية من ناقص ايه تكامل اللي هي الدالة دي، هنقول دالة فردية الدالة دي فردية يبقى يساوي كام؟ صفر. معنى دي الكلام ده يبقى التكامل ده كله بصفر، يبقى ادينا عندي التكامل يبقى كام؟ نص تكامل من ناقص 2 ل 2 جذر التربيعي من 4 ناقص اكس تربيع دي اكس. دي تكامل معروف، ان انا هاخد ان الاكس بكام؟ ب2 ساين سيتا، يبقى دي اكس 2 كوساين سيتا دي سيتا. طيب الاكس هتتغير من 2 لناقص 2، يبقى السيتا تتغير من باي ناقص باي على 2، يبقى عندي بره هنا نص تكامل من ناقص باي على 2 وهنا باي على 2، 4 ناقص 4 ساين تربيع سيتا في دي اكس اللي هي 2 كوزين سيتا دي سيتا. أربعة تطلع برا، دي عبارة عن 4 ناقص، تطلع بره بكام؟ ب2، 1 ناقص ساين تربيع اللي هو كام؟ كوزين، تحت الجذر 2 كوزين سيتا في 2 كوزين سيتا. جينا هنا دول كام؟ 4 كوزين تربيع سيتا، هتضرب في النص يبقى 2 كوزين تربيع. الكوزين تربيع اللي مش عارف القانون احنا بنكرره كذا مرة لازم يكون محفوظ، الكوزين 2 سيتا اللي هي عبارة عن كوزين سيتا زائد سيتا، هي كوزين تربيع سيتا ناقص ساين تربيع سيتا. هعمل الساين تربيع دي خليها 1 ناقص كوزين تربيع سيتا، يدينا كوزين تربيع سيتا ناقص 1 زائد كوزين كوزين تربيع سيتا هنا، يعني عندي 2 كوزين تربيع سيتا ناقص 1 يبقى كوزين 2 سيتا زائد 1 هيساوي 2 كوزين تربيع سيتا، يبقى كوزين تربيع سيتا نص، يبقى شيل دي نحط مكانها 2
كوساين تربيع قلنا نص، كوساين 2 سيتا زائد 1، الاتنين تروح مع الاتنين يبقى لي من ناقص باي على 2 لباي على 2، كوساين 2 سيتا زائد 1 دي سيتا. تكامل الكوساين بالساين 2 سيتا على 2 من باي على 2 ناقص باي على 2 زائد سيتا من باي على 2 ساين، أعوض مرة بالساين 2 باي على 2 تبقى ساين باي بكام؟ بصفر. تدينا هنا دي كلها تطلع بصفر، متتبقاش عندي اللي هي السيتا من باي على 2 ناقص ناقص باي على 2 وتدينا كام؟ باي. يبقى التكامل كله في النهاية كام؟ طلع باي. أتمنى إن انتوا استفدتوا معايا مع التكامل ده، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام.